اسعد الله مساءكم بكل خير. النهارده هنبتدي رحلتنا الاربع الثلاث موافق 25 واحد شهر من سنة 2022. هنطلع من مسألة سوق شرق وربنا يسهل لنا الحال ونطلع بحاجة حلوة. معانا الصديق بتاعنا منور، انت هنا مونسني هنا على البر وفي البحر طيور الناقص، دول صحابي ربنا يسهل والشباب يجوا ان شاء الله على خير باذن الله. الميه عاليه دلوقتي اهوت، ربنا يقدم في خير. والله لو ينفع كنت خدتك معايا على المركب، كنت شفت لنا في سمك ولا مفيش سمك، ده انت كنت زمانك لزلزت. نراكم على خير. طلع مقطعات، ابص الاقي الفيديو ضلمه، لا لا الدنيا ضلمه بقى. احنا ان شاء الله نتصور في النور. وليد منور، هلا والله. وليد بقاله زمن ما طلعش معانا حبيبي، باكر دايما ملازمني حبيب قلبي. شباك الصيد اهو، دي مراكب الصيد ما شاء الله، مراكب عملاقه. مستنيين بقى الناس لما ترجع. ناقص لنا ثلاث افراد، ابو صلاح ابو كريم ومحمود وابو مريم، يجوا بالسلامه ان شاء الله. ابو صلاح ازيك عامل ايه؟ ابو مريم ايوه يوسف منور جميل. محمود باشا الله يخليك. في المنظر هنا يا جماعه في النور غير الليل، يعني فرق فعلا. شايفين الميه عامله ازاي، مستواها عامل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. يعني ربنا يسهل تكتمل رحلتنا على خير ونطلع بسمك جميل ان شاء الله. منظر السماء عامل ازاي؟ ابو عبد الله وخيري. وخيري الله ينور الله ينور. عندنا في 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 الطراد ده يا جماعه اثنين كباتن، حماده حماده وحماده حماده وخيري حماده وخيري. الله ينور ابو كريم، الله ينور. ادي اول شعمايه ما شاء الله، سمك الشام وما شاء الله جاي على سن 4 على 0، سن كبير ما شاء الله. ماشي الله ينور يا باكر، ايه الحلاوه ده يا باكر؟ اي خدمه ابو يوسف ما شاء الله ما شاء الله. قنواتك الدلع النهارده ان شاء الله. انا بعد كده هبقى بالحجز يا ابو يوسف. ما شاء الله تعبان صغير ما شاء الله. النهارده 25 يناير 2022. طبعا حته البحر النهارده فيها البطاطا، يعني يلا الحمد لله. نشوفكم على خير الرحله الاسبوع اللي جاي. الله ينور يا بكر، الله ينور يا خيري، الله ينور ابو عبد الله، الله ينور يا وليد. لسه في تاني؟ لسه في تاني. السمكة العجيبة طبعا تضرب النور فهتطلع البتاع. ايوه تمام يلا زود العدد زود العدد كملت العدد.